السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدنا اللقاء بكن متعلمات الصف التاسع. درسنا لليوم هو الضربة الساحقة من الوثب في المكان ومن الاقتراب. والآن مع أجزاء الدرس. الإحماء والإعداد البدني العام. من وضع الوقوف، الوثب بضم وفتح الرجلين، عمل قرفصاء داخل الدائرة، وثبات متتالية بقدم واحدة، الوثب بقدم واحدة على شكل دائرة، الوثب القدمين معا يمينا وشمالا، الجري السريع للوصول إلى نقطة النهاية. الإعداد البدني الخاص. تمرينات لتقوية عضلات الذراعين. من وضع الوقوف فتحاً، مد الذراعين أماماً، عالياً، جانباً ولأسفل. يكرر التمرين في 8 عدات. من وضع الوقوف، دوران الكتفين للخلف 4 عدات وللأمام في 4 عدات. الوقوف فتحاً، الذراعان جانباً، دوران الكتفين للخلف 4 عدات وللأمام في 6 عدات. ميل الجذع للأمام ولمس اليد اليسرى للقدم اليمنى ثم للوسط ثم جهة الشمال ثم لأعلى، ويكرر التمرين في 8 عدات. من وضع الوقوف، الجري الصعود على الصندوق، أخذ خطوة بالقدم اليمنى مع رفع الرجل اليسرى زاوية قائمة مع تبادل حركة الذراعين في 4 عدات، النزول ومس كرة طبية، رفع الكرة الطبية عاليا بالذراعين وللأمام ولليمين والشمال في 8 عدات، الجري المتعرج بين الأقماع ثم الجري بخط مستقيم للوصول إلى نقطة البداية. الأداء الفني لمهارة الضربة الساحقة. الاقتراب، الارتقاء، الطيران، الضرب، الهبوط. الخطوات التعليمية لمهارة الضربة الساحقة. وقفة الاستعداد المنخفض للمتعلمة للاقتراب والوثب، وتكون الخطوة الأولى قصيرة ثم الخطوة الثانية طويلة وسريعة. مرجحة الذراعين من الخلف وللأمام والوثب العمودي بالقدمين والهبوط بدون كرة. الإحساس بالكرة مع الزميلة من الثبات ثم من الحركة، وكيفية ضرب الكرة من ثلثها العلوي. أداء المهارة على الحائط بمسافة 4 أمتار تقريباً.
أداء المهارة مع الزميلة من الثبات ثم من الحركة. تدريبات تطبيقية لمهارة الضربة الساحقة، الهدف منها إتقان وتثبيت المهارة. أداء الضربة الساحقة من على الشبكة بمسك الزميلة للكرة وتوجيهها لمكان محدد على الأرض. الربط بين الضربة الساحقة وحائط الصد. الجزء الختامي. من وضع الوقوف فتحاً، تشابك الأصابع أمام الجسم والذراعان مفرودتان، ميل الجذع للأمام ثم جهة الشمال ثم الوسط ثم جهة اليمين. يراعى الثبات لعدة ثواني في كل اتجاه. من وضع الوقوف فتحاً، تشابك الأصابع أمام الجسم والذراعان مفرودتان، رفع الذراعان عالياً ثم الذراعان جانباً ثم إلى جانب الجسم. تشابك الأصابع خلف الظهر والثبات في عدة ثواني. شكراً لكم على حسن استماعكم. نراكم في الحصة القادمة على الود والمحبة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.